شهيوات مجربة ولذيذة مع هدى اليداري. مرحبا بكل حدقين والحدقات رجال ونساء في هذا الأسرة من خلال فقرتكم شهيوات مجربة ولذيذة مع الشيف هدى اليداري. مرحبا هدى. صباح النور حبيبتي. كيف عاملة أمورك هانية؟ الحمد لله حبيبتي، الله يطول عمرك. كنتمنوا لك بداية أسبوع موفقة. يا ربي آمين يا ربي، احنا جميع المسلمين. إذا اليوم غناخذوا معك واحد الوصفة اللي هي جميلة. كتدخل السعادة بعدا ملي كنتكلموا على الحوار، كنتكلموا على السعادة بالأزواج، فهذه أصلا كتدخل السعادة. وكذلك غناخذوا حتى الأسئلة ديال المستمعين والمستمعات على 0522 36 10 36 أو 36 0536. كيف ممكن لهم يتواصلوا معنا كذلك من خلال SMS على 55 66، ثمن رسالة 6 دراهم تي تي سي. أشنو اللي بغيتي تعطينا اليوم هدى؟ اليوم جبتي واحد الجملة رائعة اللي هي السعادة. كل شيء كيقلب عليها، كل شيء كيقلب عليها، ما كاينش شي شخص ما كيقلبش على السعادة. مع الأسف هي السعادة عندنا بيني وبينك جميع، انا كنقول السعاده عندنا احنا ما كنعرفوهاش، كنقلبوا علاش؟ حيت ما كنرضاوش بداكشي اللي عندنا، بداكشي اللي قسم، يمكن داكشي اللي حنا فيه راه واحد اخر ما كيتمنى يكون في النص ديالو. شنو ماشي السعاده؟ ماشي الفلوس بزاف، ماشي داكشي اللي عندنا. قال لك السعاده هي الرضا بما قسمه الله. طبيعه الحال كيف قلت لك السعاده تعاشر ولا تقرا، ماشي واحد الخطط اللي غنتبعوها، ولكن شي حوايج اللي نابعين من الداخل ديالنا نقدروا نخلقوا بهم السعاده. ما بقاش نشوفوا اللي في يد الناس، نشوفوا هي اللي عندنا ملك. نرى كاين واحد اخر ما لحقهاش بالفعل، والله كنرتاح. اذا حبيبتي اليوم غادي نقدموا حلوه اللي هي بريستي شويه عاليه، غاليه حتى المواد، باش نجيو من الاخر حتى المواد اللي كتحضر بها شويه غاليه. نعم حنا بغيتي باش نوصل واحد الميساج، حيت بزاف ديال الميساج جاوني جميله في لاباج ديالي في الفيسبوك. هاد الحاجه كنعرفوها، هاد الحاجه ما كنعرفوهاش. كاين لقيت واحد المشاكل غير ما هما مع بديتهم، يعني كل الاسئله ديالهم مني كتقرا السؤال ديال الاخرى كتقول لا انا هاد الحاجه ما كنعرفش، لا الاخرى كتقول لا انا باغا البريستيج. ف خصنا نعرفوا واحد القضيه، راه حنا ماشي كنا، انا كنشوف ناس راه كاينين اللي باغا غير كيكه عاديه، كاين اللي باغا غير لاطارت عاديه تصوبه. فهنا انا فين كنقدموا في شدايا فهم كنقولوا غادي نعطيو اللي سهل واللي هي مبتدئه. ما نساوش راسنا واحد النهار حتى حنا راه ما كناش كنعرفوا بطبيعه الحال، ما بقاوش ديك اللي كيعرفوا بزاف تقول لك لا انا هذه علاش ديرنا هذه. فراه كاينين الناس اللي باقيين داك المبتدئ، فنشدوا بيديهم، ما نبقاوش نقول لا انا خاصني كل شيء يكون داك الشيء العالي، راه كاين واحد اخر اللي خاصني نشدوا بيديه حتى هو ويبدا. واي وصفات بحال دابا ملي كنعطيو القطاني او كنعطيو، راه كنا كنعرفوا نطيبوا القطاني في ديورنا. نعم. ولكن كاين طرق جديده، طرق مختلفه نبدلوا باش ما يكونش داك الغوتين جميله ديال نفس الطبق كناكلو. فما نطولوش اليوم، غادي نعطيو كاطو ديال فلورنتاين اللي كتسمى فلورنتاين، و سي فغي كتدخل السعاده، لان ملي كتاكليها كتحسي براسك بواحد العالم اخر. طبيعة الحال السكريات والحلاوه وغيره كترفع لنا هرمون السعاده. فيني وبينك الشوكولاته راه هي هرمون السعاده، كتزول كآبه كيف قلنا، خاصه الشوكولاته السوداء اولا اللي ما كيكونش فيها واحد النسبه ديال السكر. نعم. اذا اليوم غادي نحضروا حلوه ديال الفلورنتاي اللي غتكون رائعه بطبيعه الحال. غادي ناخذوا غتبعوا، ولكن حبيباتي هذه كتبغي الكراماج بالضبط، يعني احترام المقادير. يعطيك الصبر، ما عنديش عينك ميزانك ولا لا. غادي نحتاجوا 150 غرام ديال السنيده اللي تكون رقيقه، 160 غرام ديال لاكريم فريش اللي خاص بالطهي ماشي ديال الحلوه اللي كنطيبوا به، يعني داك العلاب اللي كيكونوا مكتوبين بالزرق. داكوغ. عندنا 50 غرام ديال العسل، وحبذا هي ما كيكونش فيها العسل العادي، حبذا ماشي ديال السكر، لان كتكون بواحد العسل اللي كيكون نوعيه ممتازه، يعني يبقى الحر ولا النوعيه ممتازه، نوعيه تكون ممتازه ولا الحر اللي ما يكونش ديال الكاليبتوس داكشي الحار، يكون هكا العسل الحر ديال الليمون ديال الحامض، داك اللي العسل اللي خفيف وحر. غادي نستعملوا 150 غرام ديال اللوز ايفيلي بلا ما نحمروه، غادي يكون 50 غرام ديال القرقاع، 50 غرام ديال المشمش، قرقاع مقطع اولا قرقاع غادي نقطعوه، المشمش كذلك غادي نقطعوه قطع صغيره. وغادي نستعمل يعني المشمش كيبقى حوالي 3 ايام، نستعمل 50 غرام ديال المشمش اللي كنقطعو مربعات، ولا كنستعمل 50 غرام ديال اللوز اللي كنقطعو بطبيعه الحال يكون مسخ ومهروش ماشي محمر، ما مقلي ما والو. غادي ناخذ كاسرونه غادي نديرها فوق العافيه، هادو هما المقادير كلهم اللي كنحتاجو. لا هادو فقط المقادير ديال الفلورنتاين، باقي ديال الديكور ديالها. نعم اذا هادو المقادير الاولى، الا سمحتي نعاودها مورا. اي حبيبتي. اذا 150 غرام ديال السنيده
ياك رقيقه رقيقه 160 غرام ديال كريم فريش ديال الطهي اييه 50 غرام ديال العسل قلنا تكون حره وتكون خفيفه 150 غرام ديال اللوز افيلي ما محمرش اييه 50 غرام ديال القرقاع اللي كنقطعوه 50 غرام ديال المشمش اللي كنقطعوه مربعات اولا ديال اللوز اللي يكون فسخ ومقطع اييه حبيبتي اذا غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي تكون عندي ناشفه ما يكونش فيها الماء بطبيعه الحال تكون عندي منشفه مزيان كندير فيها السكر اللي عندي سنيده اللي هي 150 غرام نحطه فوق النار كنديروا فيها السنيده اييه نحطوه فوق النار ولكن ما تكونش مجهده ما تكونش النار عاليه العافيه مهيله العافيه تكون مهيله ما نحركوا لا بمعلقه لا بمغرفه العود ولا ديال الحديد ولا بلاستيك ولا نهائيا فغير يد الكاسرونه باش كنبداو نحركوا حتى كيولي عندي كراميل كنبداو غير نميلوا اييه حتى كيولي عندي كراميل غادي مني غادي يولي عندي الكراميل غادي نضيف عليه العسل اللي هو 50 غرام ديال العسل الحر غادي نضيف عليه هادشي دائما فوق النار ولكن حذاري منين نكونوا كنضيفوا لان ديك درجه الحراره العاليه بزاف كتطلع فمن بعد وجهنا دائما وجهنا يكون بعيد نرميو بشويه بشويه شويه بشويه نخويو داك الكريم فريش بشويه بشويه غير من الجنيب الكاسرونه نعم حيت غنتوقفوا الا سمحتي لي اذا نقول غير كاسرول تكون ناشفه كنعملوا فيها سنيده فوق عافيه تكون مهيله وكنبقاو غير نميلوا الكاسرول حتى كيولي عندنا كراميل غنتوقفوا عند هذه النقطه الا سمحتي في هذه الاسره ومازال راجعين معكم يلا حبيبتي إذا من جديد مرحبا بكل الحادقين والحادقات وفقرتكم شيوات مجربة ولديدة رفقة شاف هدى اليداري ومازال كنتكلموا على الكاتو بريستيج اللي عطاتونا مازال كتعطينا في المقادير هدى بلاتي نشوف بعدا الطريقة ديالو شفت الصورة ديالو صراحة جميل جميل والإشارة فقط فهو ما واعرش يعني بالنسبة غير السيدات يتبعوا معنا المقادير كلها والطريقة وياخذوا المقادير بالحدافات ديالها يعني ما نزيدوش وما نقصوش المقادير فهو كيخرج زوين على حسب الصوره اللي ورتني هدى اذا نذكر غير بالمقادير اللي سمحتي لي عاد بعد نمشيو للطريقه نعاودوها من الاول اذا كنحتاجوا 150 غرام ديال سنيده رقيقه 160 غرام ديال كريم فريش ديال الطهي 50 غرام ديال العسل قلنا العسل يكون من نوعيه جيده او حر ويكون خفيف 150 غرام ديال لوز ايفيلي ما محمر شيء 50 غرام ديال القرقاع مقطع 50 غرام ديال المشمش مقطع مربعات اولا اللوز اللي كيكون كنفسخوه حتى هو ما كنحمروهش وكنقطعوه مربعات وصلنا للطريقه ديال تحضير هاد لي كيك لا بغي لا صح التعبير قلنا كناخذوا كاسرول اللي كيكونوا نشفوه مزيان على عافيه مهيله كنعملوا السنيده نحاولوا ما نحركوش بمعلقه غير بالكاسرول يعني كنبداو نميلوها غير بشويه بشويه حتى كيولي عندنا على شكل كراميل هنا وقفنا يلا اذا مني كيولي عندنا على شكل كراميل قلنا كنضيفوا عليه العسل اللي هو حر كنضيفوا عليهم لا كريم الفريش اللي هي بشويه بشويه نضيفها جميله غير من الجنيب على حسب كتطلع الحراره بزاف لان نعرفوا السكر مني كيتعلق كيفاش كيولي يعني درجه الحراره عاليه بزاف نعم فمني كنضيفوا داك لا كريم فريش كنبداو نحركوا بيد الكاسرونه بشويه بشويه حتى كيندمج هنا مني كنبدا نضيف لا كريم وكيبدا ما تخافوش خيط حجر لكم داك تشوفي داك السكر تحجر ما تخافيش لان خذي واحد المغرفه ديال العود بقيت تحركي بشويه بشويه حتى غادي يولي عندك كل دايب نعم فمن بعد ما كيذوب غادي في حاله تحجر لك يعني السكر ولا قاصح ما تخافيش حركي بشويه هكا حتى كيذوب ما دابش خليه حتى كيذوب مزيان او ليلى ما دابش لك راه غادي تبقى لان لاكريم غتبردو بطبيعه الحال غيتحجر لك واحد شويه فغتخليه حتى كيذوب من بعد ما كيذوب حتى كترجع كيغلي ديك الفقاعات كترجع العاديه كتراب يعني الناس اللي عندهم هنا راه غنحتاجوا واحد الترمومتر ديال الحراره ولكن ماشي ضروري لا ما عندناش الترمومتر ممكن نشوف غير درجة الغليان من بعد ما كيذوب كيولي ديك درجة الغليان كتولي الكاسرونة كلها كتغلي كيبان لك ديك درجة الغليان تما كتحيدها أما اللي عنده الترمومتر ديال الحلوة كيوصل درجة الحرارة 115 درجة مئوية اللي كتوصل الحرارة ديالو نعم وشنو يعني درجة اللون ديال بطبيعة الحال اللون كيولي شوية بحال بني قهوي كيوصل القهوي فمجرد أنه كيوصل ديك اللون القهوي صافي كنحيدو كنضيف عليه المشماش اللوز يفيلي والقرقاح كنحركوا هادشي كله كنضيف هادشي كله وانا كنحرك بطبيعه الحال وكنهز كناخذ واحد المول ديال السيليكون اللي كيكون دائري يا اما 0.27 او اي مول
يكون دائرة صغير ما كتبيعوا بأشكال مختلفين. فهو مجرد أنه يكون دائر يعني الناس اللي توفر عندهم 0.27 يستعملوا لأن أنا بيني وبينك جميلة نعم. السيليكون 0.27 كنقول مالك السيليكونات نعم. لأن كنصوب به لي فينونسي كنصوب به لي كاتو كنصوب به لي سالاد كنصوب به داك الديكور ديال الدجاج إلا بغينا بحال كبطاطا مقلية ما كنديروهاش هكاك كنستعملوها في السيليكون كنخضروا بها الدجاج كنديروا بها الفوفيلي فأشكال كثيرة أنا ماشي غير أنا بزاف ديال الناس اللي كيسميو عليه مالك السيليكون لأن نعم. كنخدموا به ما كنضيعوش فيه نعم قلتي 0.27 ملي كنستعملوه ما كنضيعوش فيه فهذا ملي كنشريو زعما الناس اللي ما عندهمش يشريو 0.27 كنستعملوه غادي نستعملوه ان شاء الله بزاف في اليمين ياك وكيبقاو يعني بزاف هاد بعدا هاد 0.27 انا مازال ان شاء الله ربي غنبقاو مره في الاسبوع ان شاء الله نبقاو نعطيو شي حاجه اللي هي بريستيج على ارضاء لكل الاذواق ديالنا ديال المغربيات بطبيعه الحال ف حبيبتي كناخذ هذا الشيء كنبدا ندير معلقه صغيره في كل مول يعني في كل دائره كندير معلقه صغيره في الخليط ديالنا اييه غير ما كيدهن سيليكون ما والو اول مره كنشرو كنغسلوه مزيان صافي هو حاجه اللي مهمه حبيبتي جميله ما كيتنشفش بزاف نعم فران كنحطوه في الفران يكون سخون ما شاعلش هو كيبغي ينشف في الفران ما كيتمسحش بزاف لان كيعواج هادي متوي ولاد ديال هدى اللي ضروري هو هذا السيليكون ما كيبغيش المسيح فغادي ناخذوا حبيبتي داك المول غادي نستعملوا معلقه صغيره في كل دائره وغادي ناخذوا لاطا نحطوا فوق من هذاك لي مول السيليكون وندخلهم للفران الفران كيكون سخون كيكون مسخن قبل كنسخنوه قبل واحد 8 دقائق ولا 10 دقائق نسخنوه قبل نديروا المول ديالنا غير ما تكونش النار عاليه لكن الفران سخون نقصوه نعم. نقصوا من درجة الحرارة ديال الفران ديالنا ونخليه بين 10 دقائق حتى 12 دقيقة انت كنعرفوا هاد الفلورنتاين طابو كتبان لينا داك الكراميل من الفوق كيولي كاين داك الفقاعات هكا كتبان لك من الفوق عليك نور نعم. فمنين كيوصل ديك الدرجة صافي كنحطوه المول سيليكون دائما حبيبتي منين نخرجوه ما نقيسوش فيه اي نوع ديال الحلوى كتدخل في السيليكون اطار البريستيج اللي كتكون سيليكون ما تقاشوش فيها نعم. تخرج من الفران تحت تبرد عطيها وقتها حتى 10 دقائق 15 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى نص ساعه حتى كتبرد على راحتها باش ما كيتهرش باش نسرعوا انا شخصيا ملي كنكون في المدرسه وكنكون سريع بانني نوجدو كنخرجوا كنخلي واحد فوق الخامه واحد 10 دقائق على الاكثر كندخلوا المجمد كيسهل عليا الازاله ديالو نعم واحد 10 دقائق في المجمد دغيا كيتسهل لينا كنحيدوا داك الحلوه ديالنا كناخذوا باتا كلاسي 150 غرام باتا كلاسي كحله 150 غرام باتا كلاسي بيضاء باتا كلاسي هي عواد الشوكولا هي اللي دابا وليت كتستعمل بزاف في لي غاتو بريس لان عندها واحد المذاق رائع بزاف هي ثمن عالي على الشوكولاته ولكن الا بغينا جوده العودتين مذاق شي حاجه رائعه فالناس اللي ما لقاوش باتا كلاسي ممكن نستعملوا الشوكولا هي الشوكولا منين ناخذ الشوكولا غيش ديك الشوكولات اللي يكون لذيذ وفيه نسبه الكاكاو عاليه نعم لا الابيض ولا منين نمشيو نشريو الشوكولا نشريو الشوكولا غيش كتسمى الشوكولا غيش لا ما كاينش باتا كلاسي كناخذوها كندوبها في حمام مريم بدون يعني لا غيش ولا باتا كلاسي راه ما كنضيفوش لا الزبده لا الزيت فيهم نعم. كيذوبوا بوحدهم كيذوبوا كنبداو ناخذوا هي ثقيله شويه حبيبتي جميله غنلقاو باتا كلاسي ملي غتذوب غنلقاوها شويه ثقيله علاش ما خفيفاش بزاف هذه اللي ربما الكثير من الناس كيذوبوها ربما غير في الفران ديال الكهربائي كيعملوها في الميكرووند كيخلوها تدخل تكذوب بعد كيحركوها كيحركوها فهي ما كتبش يعني اللي عنده الميكرووند ديريها اولا اللي كان سخون ديريها في زليفه ديال الزاج ودخليها الفران راه كتذوب بسرعه وكتعطي واحد اللمعان كثير يعني ومذاق رائع صراحه غادي ناخذوا معلقه صغيره في كل مول سيليكون غادي نوضعوا معلقه صغيره في كل دائره هذوك اللي جبدناهم منهم الحلوى وغسلناهم ونشفناهم في الفران كناخذوهم داك المول سيليكون كنديروا فيه معلقه ديال باتا كلاسي ولا الشوكولا نعم ياك غير باش نشيروا للمستمعين اننا اولا حيدنا منهم داك الكيك الاولاني عاودنا غسلنا هذوك القوالب السيليكون ونشفناهم كيف قلنا الطريقه هو في الفران وبالتالي كنعاودوا نفس هاد القوالب ديال السيليكون هما اللي كنعملوا فيهم وحده كنعملوا فيها مثلا معلقه ديال الشوكولا بيضاء اخرى معلقه ديال الشوكولا سوداء وحنا غاديين ياك اييه فوالا من بعد كديروهم ملي كنغطسوا نرجعوا ثاني داك لي فلورنتين كنرجعوهم كعادي ماشي نقلبوهم لا خليهم الجهه اللي طابوا فيها
هي انت اللي ترجع بحال لي الله جبتيها رجعيها بحال لي غير لهذاك القاع ديال هذاك الدائره الثانيه هي اللي كتغطس بالشوكولا الوجه كيبقى يبان داك اللوز ايفيلي وداك الكراميل وداك الشيء صافي وكندخلو من المجمد مده ديال 10 دقائق حتى كيجمد هذاك باتاغراسيل وهذيك الشوكولا اللي هي غيش كنجبدوهم من الليمون ديالهم كنقدموهم ومني كنبغيو نقدموهم في بلاطو كنقدموهم وحده هكا على الوجه ديال الشوكولا والاخرى تحت منها على الوجه ديال لوز ايفيلي فكيجيو اي فكيجيو بيني وبينكم صدقوني بانهم اللي قالت واحد التلميذه عندي قالت لي شتي هادو هدى هادو غادي كل ما نحطهم لحد انا لا لانهم انا شفت الصوره عندك هدى فعلا كيستحقوا انهم يتجربوا كيستحقوا انا كل المستمعات ديالنا يمنحوا نفوسهم واحد الوقت ديال السعاده اما بالنسبه للحلويات اللي غادي تخدمهم كوموند راه كيخرجوا 180 درهم الكيلو نعم هادو بالنسبه للسيده اللي بغات تخرجوا كوموند راه 180 وبيني وبينك انا مني كيدقهم شي حد كتقول له 180 وكيدقهم كيقول لك يستاهلوا تيستحق لا جميل جميل جدا انا الوصفه كتبتها ان شاء الله امينه غتحطها لهم ان شاء الله حبيبتي انا اللي عليا درتو اذا دابا غنفتحوا باب التواصل لجميع المستمعين والمستمعات الحادقين والحادقات على 0522 36 10 36 او 36 0536 الو السلام عليكم خديجه الو السلام عليكم كيف عامله خديجه لاباس عليك الحمد لله بارك الله فيك كي دايره اخت هدى تولي عملت لاله خديجه الحمد لله بارك الله فيك الله يخليك الاخت هدى بغيت نطلب منك بيبتي. كيكك تكون راقيه وزوينه وما تكونش ناشفه من الداخل تكون شويه بغيتي كيك اللي يكون هكا بالفواكه فوق منها اللي كطيب كنقلبوها بلا كريم باتيسري المهم شي حاجه انت تعرفي شي حاجه تكون زوينه وصافي داكوغ حبيبتي اذا كيك راقي داكوغ اي بارك الله فيك طريقه الزيت المشرمل اللي عندك شي طريقه سريعه اش من حبيبتي زيتون بغيتي الخضار واخا حبيبتي مرحبا شكرا اختي هدى عمرك لاله مشكوره لاله خديجه على التواصل مازالين فاتحين باب التواصل في جميع المستمعين والمستمعات على 05 22 36 10 36 او 36 05 36 خديجه بغات كيك راقي راقي جميله الكلمه راقي بليس يلا اذا نحب وما يكونش ناشف هذا هو الاشكاليه اللي كنلقاوها بزاف انا بيني وبينك الكيك ملي كيكون ناشف ما كيجي فيه حتى مطق ما كيبغيش يدوز مزيان خصك تجيب اتاي بالحليب بارد ولا قهوه بحليب باش دوزي اما ملي كيكون هكذا مي الدم كنقولوا من الداخل ولا مسقي بشويه ديال السيرو ولا بشي حاجه كيجي شي حاجه رائعه نعم مازال غناخذ معك المقادير ديالو الطريقه لخديجه ولكن حرر المكالمه على 05 22 36 10 36 او 36 05 36 فاطمه الزهراء الو الو السلام عليكم فاطمه الزهراء اهلا اختي كي دايره الحمد لله تفضلي اهلا اختي هدى اهلين حبيبتي فاطمه الزهراء كي دايره الله يطول لي عمرك حبيبتي كنشكرك بزاف على الوصفات الله يطول لي عمرك حبيبتي ربي يحفظك اختي عرفت بغيت الورقه البريواز باش يمكن نديروها هكا غير في مقله عاديه ورقة البريوات اللي تصوبيها منزلية تستعمليها في المقلاة اللي كتكون بدون ما كتلصقش لا هذا هو السؤال ديالك فاطمة الزهراء عندك سؤال آخر لا اختي غير هذا اللي بغيت نعم قيمة على الاستماع فاطمة الزهراء وكل حادقين والحادقات مازال رقمنا 05 22 36 10 36 او 36 05 36 نشكر كامل على تلقيها اذا نجاوبوا لا خديجة على الكيك الراقي الكيك الراقي اذا باش نحضروا كيك راقي اليوم غادي نستعملوا واحد نوع اخر ديال الكيك اللي يكون راقي واللي نقدروا نحطوا حتى ملي يجي عندنا شي حد عزيز علينا وما كاينش معزمر راسنا بيني وبينك ياك لازمين هادي عندك حيت انا ملي كيقولوا لي هادي غندير شي حديد كنقول لهم صراحه انا غنديرها ولكن غنديرها الراس حيت راسي عز من كل شيء لا يا صراحه الانسان راسه كيكون عز عليه ولكن كاين الناس اللي ربما كتبغي لا من بيني وبينك اللي بغيت نقول لهم بغيت بين لهم جديد من نبداو بولادنا ورجالاتنا وعائلاتنا وخوتنا وبانا قبل ما نقولوا غادي نديروا الناس فنتمتعوا حنا طبيعه الحال هذه ما نخليش وصفات هذه حكر على الضياف هذه حتى يجيو الضياف عاد نديروها لا نتمتعوا حنا ومن يجيو حبابنا بطبيعه الحال نمتعهم اكثر نعم اذا حبيبتي غادي ناخذوا الكيك الراقي اللي بغات لاله خديجه غادي ناخذوا اول حاجه هي كيك غادي نستعملوه غادي يكون فيه 5 البيضات ياك غادي نستعملوا 5 البيضات غادي نستعمل نص كاس ديال لا كريم فريش باش كيجيني الكيك خفيف اكثر وما ناشفش بلا كريم فريش ياك كنستعملوا كاسونس ديال السنيده
كنستعملوا هنا غادي نصوبوا واحد السيرو اللي هي كيجي خلاصه كناخذوا 4 كاس ديال الليمون ياك عصير الليمون او لا ديال الحليب او لا ديال القهوه على حسب اشنو انت بغيتي في داك لوغو في الكيك ديالك. واش بغيتي بالقهوه واش بغيتي بالليمون واش بغيتي بحال اللي غنكونسونطريو يعني غادي ناخذوا 4 كاس ديال الليمون ولا ديال القهوه كحله ولا ديال الحليب غادي نضيفوا معاه 4 كاس يعني من نفس المقدار 4 كاس ديال السكر 4 كاس عصير ليمون ولا قهوه كحله ولا الحليب يعني حسب اللي انا المذاق اللي انا بغيت. ملي غنستعمل الحليب غنستعمل فيه الفاني ساشيه الفاني اما الليمون والقهوه كحله غيبقاو هما غادي نستعمل الخليط كله في كاسرونه وغادي نخليه حتى يولي فيه 3 المعالقات يعني يولي مركز مركز ثقيل. انا بغيت غير داك المركز ديال والله العظيم عرفتي بيني وبينك رائع فيه بالقهوه واعتي جميله كي كيجي سريعه الدواء بنان لا قهوه عاديه عاديه قهوه عاديه طيبي قطري القهوه ديالك عاديه وديري معها 4 كاس وديري 4 كاس ديال القهوه اللي مقطره و4 كاس ديال السكر وديريها فوق النار وخاصها تولي مركز تولي غير 3 معلقات ولا غير 2 معلقات كبار ديريها مع الكيك عرفتي شي حاجه زعما ويلي رائعه شي حاجه راقيه بحال اللي قالت لاله خديجه. غادي ناخذوها غادي نضيفوها حنا كنطربوا بطبيعه الحال البيض السكر قلنا خمسة البيضات قلنا كاسون ديال السنيده قلنا نص كاس ديال لاكريم فريش قبصه ديال الملحه قطرات ديال الخل والمركز ديال يا اما الفاني او لا القهوه او لا الليمون كنضيفوه حنا كنطربوا هذا الخيط كله كنضيفوا نص كاس ديال الزيت زيت المائده كنضيفوا نص كاس ديال زيت المائده وانا كنطرب حتى كيولي عندي الخيط على شكل كريمه بيضاء كيولي الشكل الكريمه اللي كتكون اللون ديالها ابيض. ما كنحتاجوش نضيفوا المنسمات لان ديجا حنا نسمنا في الاول سواء بالقهوه او الفاني او الليمون بالمركز كنضيفوا عليهم بودره اللوز. البودره اللوز اللي غادي نضيفوا غادي تكون عندي محمر اللوز بقشرته جيبي اللوز بقشرته واحد 150 غرام ديال اللوز بقشرته 150 غرام ديال اللوز يكون بالقشره ديالو مسحيه بزويف وحمريه في الفران حتى كيولي اللون ديالو ذهبي وطحنيه حتى كيولي بودره. كنضيفوا هذا الخليط وكنضيف معاهم معلقه حتى لجوج معلقه ونص انا كنستعمل معلقه ونص ديال الحليب بودره كيحد لنا واحد النكهه رائعه بزاف. كنستعمل واحد الساشيه ساشيه بودره غبره ديك الفلون ديال درهم العادي ما نستعملو حتى شي نكهه يعني ما يكون فيه لا كراميل لا والو يكون العادي كنستعملو حتى هي ساشيه كنطرب هادشي كله دائما نخلط في الاول باش ما نطلعش ديك الغبره ديال اللوز عاد ديك الساعه كنضرب بطبيعه الحال. كنضيف جوج كيسان اونص ديال كاس ديال العنبه ديال الدقيق اللي كنغرب له جوج مرات كنعاود نقول نغرب له جوج مرات كنستعملو ثلاثه ديال الخمارات ديال ثلاثه ديال الخميره كنستعملوهم هكا نغربلو الخميره نغربلو الدقيق ديالنا وكنضيفوه عليهم وانا كنطرب شويه بشويه بطبيعه الحال نعرفوا ملي كنضيفوا الدقيق ما خصناش نديروا داك هذا باش ما يطلعش ليا داك كنحرك على نضرب بطبيعه الحال كنرجع ملي كنخلط مزيان كنرجع نطرب هذا الشيء كله مزيان كنطربوا هنا اش كندير هو كيجي شويه الكيك ديالك غادي يجيك شويه ثقيل في هذه ديالو في السمك ديالو غادي ديري النص ديالو في المول ياك النص الثاني قبل ما نضيفو بحال اللي كنفاغصيو داك الكيك ديالنا يا اما كنديرو الفواكه يعني اللوز القرقاع بيستاش لاكاجو الزبيب اي فاكهه او نتفاداو هادشي كله وطلع لنا الكيك ديالنا رخيص غادي ناخدو البيسكوي البيسكوي اللي ولا دابا راه اللون ديالو اسود ما ناخذوش داك الغالي ممكن نستعملوا داك الرخيص دابا ولا نيت الايميتاسيون ديالو بدرهم راك شفتي جميله كاين داك الغالي وكاين داك الاخر ديال الدرهم وكاين الاخر ديال 6 دراهم ممكن بغينا نديروا شي حاجه راقيه راح نستعملوا ديال 6 دراهم الانسان باش يجربوا هذا او ممكن نستعملوا راه نفس الشكل كناخذوا جوج باكيات وكنهرسوهم قطع مربعات يكونوا كبيبرين شويه ماشي صغيرين ماشي نفرتو نخليه شويه باين ونحطوه فوق داك النصف ونغطيو بالنصف المتبقي من الخليط ديال الكيك ديالنا. نعم اذا كنحطوا النص ديال الخليط ديال الكيك هو الاولاني كناخذوا هاد لي بيسكوي اللي قلنا كنقطعوا مربعات اللي تكون شويه باينه كان بحال اللي مثلا كنعملوه نقادوا على النص الاولاني علاش كنصبوا النص الثاني ديال الكيك ديالنا وفي الاخير في الوجه انا شخصيا ملي كنبغي نديرها في الوجه ديالها داك البيسكويت اللي استعملت لداخل فحدا انا كنشري ثلاثه الباكيات كنستعمل جوج لداخل وكنستعمل واحد
وحده حتى كندير كلشي الكاك ديالي وكنقطع طريفات هكا كيجيو باين حتى من الفوق. فيا اما شويه ديال داك الخليط ديال الفواكه الا عندنا التمر ولا عندي اللوز ولا اللي عندي في الدار ديال الفواكه ندير منه شويه لداخل ونخلي شويه كنلوحو من الفوق صافي وكندخل الكيك ديالي بطبيعه الحال الكيك ديالي ما يكونش الفران سخون بزاف يعني نشعل الفران مده ديال واحد 3 دقائق على الاكثر نقصوا نحط لاطا ديال الكيك ديالي ديما ما تبغيوش لاطا ديال الكيك تحافظوا عليها وما تحرقش لكم ديما ديروا لاطا من التحت نعم لاطا على لاطا عاد ديك الساعه ندخلوها للفران كنخليوها على راحتها حتى كطيب مده ديال 30 دقيقه ما يكونش الفران مجهد بزاف باش طلعنا الكيك ديالنا على مهلها متوسط درجه الحراره متوسطه ايه متوسطه درجه الحراره ديالو مني كطيب الكيك ديالي كان دائما نعرفوا امين هذه بيني وبينك جميله ما كنقلبوش الكيك اول ما نخرج خليوه يبرد نعم باش ما يتفرتش ما يتهرش لينا من طبيعه الحال قبل كل شيء ملي كنبغيو نديروا الكيك ديالنا في المول كندهنوها بزبده وكنرشوا الكوك كنرشوا الكوك عوض من الدقيق رشوا الكوك على الجوانب ديالها نعم رشوا الكوك في الجوانب ديالها كيعطينا واحد المنظر زوين اولا يعني هي بغات كيكه راقيه الا انا جربت وعجبتني واحد المره بيني وبينك نعم ملي كندهنها بستك رشا بلوز ايفيلي غالية يا غالية ولكن كتجي مني كتقلبي الكيك ديالك كله مغطي باللوز ايفيلي كيجي رائع بزاف هذه من انواع الكيك اللي خديت عندك بزاف ديال الاقتراحات اللي بغات وباش ما تجيهاش حبيبتي ناشفه جميله كناخذوا الحليب المركز المحلى نص كاس ديال الحليب المركز المحلى يكون كراميل احسن يا حضرته في البيت يا شريته نص كاس ديالو كنضيفوا معاه واحد 4 كاس ديال الحليب باش كنخفوه وكنديروه فوق النار اييه وكنديروه فوق النار نديروه فوق النار حتى كيذوب ومعاه هو نعرفوا الحليب المركز المحلى يكون ثقيل ثقيل كديري مع الحليب وكتذوبي تحركي هكا حتى كيذوب فوق النار من بعد ما كيذوب كتاخذي الكيك ديالك من بعد ما خرجتيها وبردت على راحتها وخرجتيها على راحتها هذاك الخليط ديال الحليب المركز المحلى كيكون غير شويه دافي سخنتي يعني بحال غير ذوبتي حنا ما نخليوش تيغلي غير نذوبوا فيه داك الحليب المركز المحلى مع 4 كاس ديال الحليب غير كيذوب معاه وكنخويه فوق منها كنخليوها حتى بشويه بشويه ماشي نخويه هكاك بالكاسرونه معلقه نبقاو بحال اللي كنسقيوها بشويه بشويه حتى كيدخل فيها داك الخليط المتجانس اللي هو ديال الحليب المركز المحلى والحليب بطبيعه الحال بحال اللي كيولي بحال شي سيرو وكنبداو نسقيوها بشويه بشويه حتى كتشرب احسن حاجه هي ندخلوها الثلاجه قبل ما نقدموها بواحد نص ساعة حتى كتشرب ديك الحليب مركز وكنقدموها لالا خديجة جربي الكيك لأنه راقي بزاف ولذيذ بزاف صحة وراحة مجموعة من الاقتراحات هدى نذكرها غير بالمقادير 5 ديال البيضات قلنا نص كاس ديال لاكريم فخاش قلنا كذلك نص كاس ونص ديال سنيده قطيرات ديال الخل مركز ديال القهوه اولا ديال الليمون اولا ديال الفاني قلنا على المركزات كناخذوا قهوه اللي هي عاديه كنضيفوا معها نفس القياس من سنيده وكنخليها حتى كتركز كيولي عندنا تقريبا منها غير جوج المعالقات كنضربوا قلنا الكل ثم كنفخسيو بالطريقه اللي بغينا عطيتينا الطريقه ديال لي بيسكوي اللي هما كاينين موجودين الان وتكلمتي ان نعملوا لافخس في الوسط ونقدروا نعملوها حتى في الفوق كتزيين تكلمتي كذلك على الطريقه ديال اننا ندهنوا المول بالزبده والكوك عطيتي الطريقه افضل كذلك اللي هي بلوز ايفيلي ولا خديجه عندها واسع النظر يعني اللي اختارت راه مزيان كلهم زوينين بصحه وراحه تكلمات كذلك على نشرملو الزيتون الخضر اييه طريقه افضل باش نحضروا زيتون مشرمل دابا وقته لان مسلل وقتها زيتون مهرس مشقاق كل واحد وكيفاش كيسميو تختلف المنتوج واحد اييه كل منطقه وكيفاش كديروا فباش نحضروا الزيتون لهكذا كنجيبوه من المدينه بطبيعه الحال من بعد ما كيتصفى بعد ما كيتصفى كنديروا له كناخذوا كنضيفوا له الشرموله ديالو هي حيت دابا نعطيو مقدار ديال نص كيلو ديال الزيتون مقدار ديال نص كيلو غادي نديروا كاس ديال زيت العود غادي نستعملوا ربع مقطع ربع يكون مقطع رقيق يعني مقدار واحد معلقه صغيره ديال ربع مقطع غنستعملوا شويه ديال الهريسه غادي نستعملوا معلقه كبيره ديال عصير الحامض غادي نستعملوا الزعتر يعني زعتر واحد نص معلقه صغيره ديال وريقات ديال الزعتر شويه ازر ازر يكون مريقات الا لقينا ازر بلدي ما الازر اللي مر فيه داك المروره كيمرر لينا كيمرر ما كيجيش زوين فكاين واحد النوع ديال الازر اللي وريقات ديالو رقيقين وصغار حتى ملي كنشمو ما كطلعش ديك الريحه المجهده ديالو فكاين الرومي كاين البلدي هادي كتبقى الا لقينا داك الازر اللي زوين ما لقيناش ممكن ما نستعملوهش كنستعملوا الهبره ديال الحامض
الهبره ديال الحامض مرقد كناخذ ديك الهبره بحال دابا نص كيلو نستعمل نص حامضه نحيد لها الزريعه نحيد لها القشره الغليظه ونستعمل فقط ديك اللب الدخلاني فيها بطبيعه الحال ما نستعملوش الملحه نهائيا قلنا هريسه قلنا زيت العود الربيع الزعتر عصير ديال الحامض اللب ديال الحامض نستعملوا ازير الا كنا لقينا داك ازير اللي هو زوين كنستعملوا ثوم غبره كتجي رائعه بزاف فيه نستعمل واحد نص معلقه صغيره ديال الثومه غبره نخلطوا هادشي كله وكنقدموا انا ما كيعجبنيش باللون لان ماشي عليا انا بوحدي ولكن بزاف الناس ما كيعجبوش داك اللون التحميره فيه فما كيجيش زوين ما كيجيش فيه حتى مذاق زوين فغير شويه ديال اللون ديال الهريسه كيجي رائع صافي مع هذيك زيت العود وكنقدموه كيجي رائع بزاف بصحه والراحه. ننتقلوا للسؤال ديال فاطمه الزهراء اللي تكلمت على العجينه ديال الورقه المنزليه الورقه ديال البسطيله المنزليه فغادي نستعملوا لها الدقيق اللي هو واحد كاس ديال الدقيق الفرص كنستعملوا كاس ديال العنبه كنستعملوا معاه مليحه كنستعملوا معاه شويه ديال الملحه وكنستعملوا معاه حتى الكاس كاس وربع ديال الماء على حسب القياس اللي غادي يخفف ليا شويه داك الكاك يعني ما خاصنيش يكون ثقيل بزاف فهو كاس حتى الكاس وربع ديال الماء بارد بطبيعه الحال كنخدموا كل شيء في خلاط كهربائي في الغراف اللي كنطحنوا فيه العصير كنطحنوه مزيان كيتميلونجا مزيان حتى كيولي عندي على شكل خليط بحال البينيي كنبدا ناخذ المقلات اللي ما كتلصقش اللي حنا كنحضروا فيها لي كريب اولا البغرير كندير كاسرونه دائما حمام مريم باش كتجينا احسن والد كناخذوا الحمام يعني كسرونه كنديروها كنحطوا فوق منها ديك المقلات وكنبدا ناخذ الغراف داك الخليط ديالي كنخليه في الغراف كنبدا ناخذ الشيته اللي كتكون عندها الشعيرات ديالها كثيفه بزاف نبداو نهزوها وكندهن يعني داك الغراف في يديا فوق المقله والشيته كنغطس وانا كندهن طريف 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 دائريه كتكون احسن كنبداو نديرو الدائره هكا وحنا غاديين من صغيره وحنا كنكبروا اولا كبيره وحنا كنصغروها وهي غدا فوق حمام مريم غتعطيني الوقت بانني ما غتنشفش ليا بسرعه لان غير البخار وكنبداو نحيدوها وكندهنوا بشويه ديال الزيت ضروري زليفه فيها الزيت وفيها شيت اخرى كندهن شويه ونحط وحده فوق وحده ضروري ما تسالي حبيبتي فاطمه الزهراء غطي اي وحده درتيها ودهنتيها غطيها بطبيعه الحال نحط قبل ما نحط وحده اخرى عليها كندهنها بشويه ديال الزيت وكنخليهم في الاخير ملي كنكمل غير هما ما كيبقاوش مجمد كيتستعملوا في نهارهم. نعم اذا مشكوره هدى مازال غرجان شيوات مجربه ولذيذه مع هدى اليداري مازالي مع كل الحادقين والحادقات الشاد الاسره ومازالي معكم وبرفقه شيف هدى اليداري اللي مازال كناخذ منها الوصفات والكثير من الوجبات اللي شفناها كلها اليوم حلوه وكتدخل سعاده مازال نكملوا في هذا النطاق هذا غنشوفوا مربى ديال الليمون اللي غناخذها من عندك كيف قلتي هذا الموسم ديالو كاين بشكل كبير لكن قبل ما نحرر المكالمه ديال ايمان ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي ايمان. عفاك بغيت نسول هدى واحد السؤال. مرحبا. بغيت تسمع عندها العجين ديال لي فانشون بغيت تسمع عندها نسولها على هذاك ديال بغيتي العجين ديال الباطاشو لا الحلوة الماكينة كانت عطاتو ماعرفش الطريقة ديالها. نعم واضح السؤال ديال الايمان بقي معنا في السماء ايمان وكل المستمعين والمستمعات اللي مازالين معنا في شاده الاسره اذا نجاوبوا ايمان. اذا حبيباتي بالنسبه للعجين ديال لو شوسون ساهل فعجين لو شوسون يا اما كنستعملوا له العجين المورق واللي هو لاباط فيلتي هو الشهيره بزاف او لا ممكن بحق ما سولناش واش مالحه ولا حلوه المهم غادي يعطيوها مالحه وتقدر هي تحول هذيك الساعه حلوه بيني وبينك. لي شوسون العجين ديالهم فلا بات فيلتي كتغنينا على هذا السؤال لان لا بات فيلتي كنستعملوا فيها شويه السكر فيها شويه الملح يعني كتقدروا نستعملوها حلوه نعم مالحه بالنسبه باش عمرناها اللي كتبدا تحكم اما بالنسبه لايمان اللي بغات عجين خاص بلي شوسون غادي نستعملوا رابعه ديال الفرص ديال الدقيق الابيض غادي نستعملوا معاه خماره ديال الحلوه باش يجيونا منفوخين شويه لي شوسون لان عرفوا كيبغيونا يكونوا شويه منفوخين ما يكونوش لاصقين على بعضياتهم غادي نستعملوا 100 غرام ديال الزبده زبده تكون ديال العبار اولا زبده اللي كتكون ديال لي بواط كنستعملوا لالا قطرات ديال الخل باش كتجينا العجينه خفيفه قطرات ديال الخراج قطرات ديال الخل المليحه الا كانت غتكون مالحه غادي نستعمل فيها واحد باش نسمها نص معلقه صغيره ديال الموطارد
نسمع القصه غبره نستعملها ورد البال مزيان الملحه اللي انا نستعمل مضاد ملحه غادي نستعمل جوج معالق كبار ديال زيت المائده او زيت الزيتون لك حريه الاختيار حبيبتي الا عندك زيت الزيتون اللي كتكون حلوه ما تكونش حاره نستعمل زيت الزيتون لان كتنسمو بطريقه رائعه بزاف كنستعمل معاهم شويه ديال الابزار كنستعملو صفر بيضه كنجمعوا هذا الخيط كله هذا الا خاصني شويه ديال الماء كنضيف شويه ديال الماء واحد جوج معلقات حتى ثلاثه المعلقات كبار ديال الماء كنجمعوا العجين غير بيد وحده ما كيحتاجش بانه يتسدلك غير ينسجم مع بعضياته ونغطيه نديرو في وسط واحد الميكا ولا نغطيه ببلاستيك ونحطو كيرتاح بلا ثلاجه نخليه يرتاح دابا الحال بارد نخليه غير كيرتاح هكا واحد 10 دقائق ومتابع الحال كنطلقوه بالمدلك وكنبداو نقطعو وكنستعملو العجين ديالنا اللي على حسب العماره كتبقى لها حريه الاختيار. اما بالنسبه لحلوه الماكينه كنا عطينا المقادير ديالها فحلوه ديال الماكينه جميع المقادير حبيبتي كدي تخلطي شويه بشويه البيض والسكر والزيت وهادي الماء حيت هي حلوه الماء كنسميوها حلوه ديال الماء وكنبداو كنبداو نضيفو الدقيق اخر حاجه بشويه 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 كنبداو نضيفو الدقيق حتى كتولي عندي عجين متماسك رطب ما يكونش قاصح بزاف لان باش يدوز لنا في الماكينه خصو يكون رطب ما يكونش كثير طحين فيه باش ما ينشفش ليا ويعذبني في الماكينه. من طبيعه الحال اسهل حاجه وكنصوبو كنشكلو على حسب الاشكال اللي انا بغيت او البوق اللي استعملت وكندخل الفرن كطيب. نعم اذا نرجعوا للمربى الليمون اذا المربى ديال الليمون ولا ديال المندرين يا يعني دابا وقته بيني وبينكم نستغلوا وقته اذا غادي نستعملوا المربى اللي غادي ناخذ كيلو ديال الليمون نافيل كبير يقدر يكون داك الليمون ديال التعصير ماشي ضروري يكون داك الكبير اللي غالي اولا المندرين كنستعملوا في كيلو كنخليوه وحده بقشرتها ما سبق كله كنقشروا والاشاره جميله هذوك القشور ديالهم راه ما كنلوحهمش لان كنعسلوهم وكنستعملوهم في الكيك قطعوهم مربعات صغيره ونعسلوهم بداو نستعملوهم في الكيك او في الحلويات اللي هي بريستيج. غادي ناخذوا البرتقال كان قلنا ولا المندرين نفس الشكل غادي يبقى غادي نقشروا غادي نخليو حبه وحده فقط اللي بالقشره ديالها كنقطعوها بالقشره ديالها باش تدي ديك حيت نعرفوا ديك اللذه ديال الكونفيتور اللي كتكون واحد شويه المروره فيه اللي مايل شويه المروره هذاك هو هو الكونفيتور الفري اللي لذيذ وصحي اكثر. غادي نستعملوا هنا انا شخصيا هذه كتبقى حريه اختيار جميله كنستعمل فيه جوج ديال الخزوات كنحكم في الحكاكه الرقيقه وكنستعملهم بالكيلو ديال الليمون او المندرين البرتقال او المندرين والجزر كنستعملو فقط لانه الفائده ديالو يعني القيمه الغذائيه ديالو. كنحكو في الحكاكه الغليظه والرقيقه سمحوا لي وكنضيفو كنضيف عليهم حامضه عصير حامضه حتى الحامض كيجي رائع مع هذا الكونفيتير وكنستعمل كيلو لاروب ديال السكر كيلو ديال السكر كندير هادشي كله داك الليمون اولا المندرين كنقطعوه كيتنقى وكيتقطع هذيك الليمونه اللي كتقطع بالقشره ديالها كنضيفوها كنديروا هادشي كلشي العصير ديال الحامض والخيزو وكنستعمل هادشي كلشي وكنغطيو نغطيو يعني نديروا السكر نحرك ونخليه مده ديال واحد الساعه حتى كيبان ليا نساجم ديك السكر داب ولا ما بقاش عندي يعني السكر هكا كنديروا فوق النار واحد 30 دقيقة فوق النار تكون عالية شوية حتى كيبان ليا صافي راه طاب كناخذ أحسن حاجة بيني وبينكم الكونفيتور ما نستعملوش لا فروبو لا فوالو الماكينة ديال اليد الماكينة ديال المطيشة ديال اليد علاش الموين ماشي الرقيقة نستعمل ديك المتوسطة باش كيجيني شوية هكا اللي كيبغي اللي كيبغي ديك القطع ديال الليمون يبقاو هكا كباين ممكن اخلي واحد الطريفات ديال الليمون بلا ما يطحنهم خلي واحد شوية يصفي هكا واحد شوية بالمغرفة اللي كنسقيو بها كتصفي كنخليه جانبا وكنبدا شي لاخر كنطحنو في ديك الماكينة اللي موين اللي عندها تكون ديك الثقابي اللي متوسطة يعني ماشي الرقيقة بزاف ماشي الغليظة متوسطة علاش؟ لأن حتى ديك القشرة وديك الحشلاف وداك الشيء ديال الليمون كيبقى فيها ما كيدوش يعني هكا كيكون احسن من ان نطحنوها في الروبو فصافي ومني كدير كنرجعوها فوق النار واحد 5 دقائق حتى كيرجع يغلى كيبان ليا غلى وما تنساوش ان الكونفيتور ملي كيبرد كيرجع يتقال يعني نخليه واحد 5 دقائق فوق النار حتى كينسجم مع بعضياتو كيتعلق مزيان كنحطو كيبرد كنديرو في قراعي كنحتفظو فيه في المجمد حتى العام كيبقى له حتى شي حاجه في المجمد الوقت اللي جبت قرعه نحتاج الكمبيوتر كنجبد قريعه ديالي في الصباح كنحطها وكنخلاتها كنطلق كيف كنقولوا رائع بزاف هذا النوع ديال الكمبيوتر بالصحه نستغلوا لي فريز نستغلوا الليمون نستغلوا الوقت اللي هو موجود تفاح الكمبيوتر ديالي رائع حتى هو. نعم انا بغيت غير نسالك ملي كنعملوا هاد المسائل كلها في كاسرول واش كنخليوها حتى داك السكر كيطلق الماء ديال الليمون حتى كيطلق
علاش كنديرو فوق العافيه أيه. او لا هما فوق العافيه كنخليهم قبل يطلق حبيبتي عاد ديك الساعه نحطوه فوق النار. نعم اذا ممتاز مشكوره هدى يا داري الله يعمرك حبيبتي الله يحفظك ليا جميله على كل الوصفات والاجابات ديالك مع كل مستمعين ومستمعات. الموعد غيكون في هذا البحر هذا الاسبوع ان شاء الله. مرحبا بك دائما لا تولي عمرك حبيبتي شكرا اما دابا نمشيو